أول الأشواط في هذا الصباح خصص لسن الكبار، سن الثنايا، ومع تحديات فئة الأبكار من مسافة 5 كيلومترات هي المسافة التي قررت لهذا السن. متابعينا الكرام، الاستعدادات جارية لانطلاقة الشوط الأول. أقوى الأشواط في هذا الصباح شوط الأبكار الثنايا من مسافة 5 كيلومترات، وجائزة هذا الشوط لاند كروزر بيكاب بالإضافة إلى السيف الذهبي. متابعينا الكرام، ترحيبنا بكل الضيوف القادمين والعانين للمشاركة في هذا الكرنفال وهذا المجتمع الأخوي الكبير من دول مجلس التعاون الخليجي. مرحبا بكل القادمين، مرحبا بكل الضيوف. متابعينا الكرام، خلف الشاشات، خلف شاشات قناة الصحراء الناقلة والراعية لهذا المحفل وهذا العرس التراثي. متابعينا في دولة قطر ودولة الإمارات وسلطنة عمان ودولة الكويت ومملكة البحرين، ترحبنا بكل الضيوف، ترحبنا بكل المتواجدين. مرحبا بكل من قدم وعنا للمشاركة في هذا المحفل الكبير. أول الأشواط في هذا الصباح، الاستعدادات جارية لانطلاقة شوطنا الأول، الشوط الرئيسي، شوط الأشواط، شوط اللاند كروزر بيك أب. أقوى تحدياتنا وانطلاقاتنا على مدار هذا العام، شوط الأبكار الثنايا، شوط اللاند كروزر، شوط السيف الذهبي. 54 اسما قدم لهذا الشوط. متابعينا الكرام، هذا الشوط يحتوي على الكم الهائل والعديد والعديد من الأسماء والشعارات الغنية عن التعريف والباحث عن النصر والانتصار. متابعينا الكرام، ما هي إلا لحظات معدودة وتعلم بداية وانطلاقة الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الأبكار الثنايا من مسافة 5 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لهذا الشوط. متابعينا الكرام، كل الشكر والتقدير لمن دعم وساهم لإبراز هذا المهرجان، كل الشكر والتقدير لسمو الأمير عبد العزيز بن سعد بن جلوي، وأيضا شكرا من الأعماق للشيخ خالد بن سعيد آل عبيد الهاجري، وأيضا شكرا لمحمد بن ناصر بن شافي آل شافي الهاجري، وكذلك لمحمد بن يحيى الغامدي وعيد بن سفر البقمي وبطشان بن صالح اليامي. كل الشكر والتقدير والعرفان لمن يدعم هذه الرياضة، رياضة الآباء والأجداد. متابعينا الكرام، الاستعدادات جارية، الاستعدادات جارية، وشوطنا الأول، الشوط الرئيسي، على أهبة الاستعداد. ما هي إلا لحظات معدودة وتعلم بدايته وانطلاقته. متابعينا الكرام، مرحبا بكل من قدم للمشاركة في هذا الكرنفال الكبير. أول الأشواط، أول أشواطنا في هذا الصباح الذي خصص لسن الثنايا ومع تحدي ومع تحديات فئة الأبكار والذي رصدت له جائزة سيارة لاند كروزر بيك أب بالإضافة إلى السيف الذهبي. متابعينا الكرام، شكر خاص لقناة الصحراء على جهودها المبذولة وعلى تغطيتها لهذا المهرجان. أيضا شكرا من الأعماق لجميع الرجال الواقفين وراء كل حدث عظيم، لجميع الرجال الواقفين وراء كل ما يدور من تطورات ونجاحات باهرة على أرضية هذا الميدان. شكرا من الأعماق لرجال اللجان المنظمة. متابعينا الكرام، أول أشواطنا في هذا الصف
في هذا الصباح على أهبة الاستعداد ويحمل في طياته الأسماء الغنية عن التعريف والشعارات التي لطالما صالت وجالت في ميادين السباق، وها هي الآن تتقدم في أقوى تحديات وانطلاقات هذا الموسم. الشوط الرئيسي، شوط الأبكار الثنايا، شوط الختام، شوط القوة والإثارة، شوط العنفوان، شوط الأبكار الثنايا، أقوى شوط هذا العام وأعتاها على أهبة الاستعداد. ها هي الاستعدادات جارية لانطلاقة شوطنا الأول، الشوط الرئيسي. متابعينا الكرام، ترحيبنا بكل الضيوف، مرحبا بإخواننا القادمين من أنحاء المملكة العربية السعودية للمشاركة في هذا المهرجان، المهرجان الكبير، المهرجان، مهرجان ختام الطائف لعام 1437 للهجرة النبوية. إذن مستمعينا مشاهدينا الكرام، ها هي الاستعدادات جارية لانطلاقة شوطنا الأول، الشوط الرئيسي في صباح هذا اليوم الذي خصص لسن الكبار، سن الثنايا، ومع تحديات فئة الأبكار من مسافة 5 كيلومترات هي المسافة التي قررت لهذا السن. متابعينا الكرام، هذا الشوط يحمل في طياته على العديد والعديد من الأسماء والشعارات الغنية عن التعريف والباحثة عن النصر والانتصار والمتقدمة من أجل الظفر بالناموس. متابعينا الكرام، ما هي إلا لحظات معدودة وتعلن بداية وانطلاقة هذا الشوط، الشوط الأول، الشوط الرئيسي، شوط الأشواط، شوط الأبكار، ومع تحديات سن الثنايا من مسافة 5 كيلومترات هي الرحلة المصاحبة لهذا السن مع هذا الشوط. متابعينا الكرام، شكرا لكل من داعم وساهم لإبراز هذا المهرجان. متابعينا الكرام، الشوط الرئيسي، الشوط الأول، شوط الأشواط، الشوط الأول، شوط الأبكار الثنايا، شوط الأبكار الثنايا من مسافة 5 كيلومترات على أهبة الاستعدادات، ما هي إلا لحظات معدودة وتعلن بداية وانطلاقة هذا الشوط، الشوط الرئيسي، أقوى تحدياتنا وانطلاقاتنا على مدار هذا العام، شوط الأشواط، شوط القمة، شوط القوة والإثارة، شوط الأبكار الثنايا، شوط اللاند كروزر بيكاب الذي رصد للفائز بالمركز الأول. متابعينا الكرام، ما هي إلا لحظات معدودة وتعلن شارة البدء لانطلاقة هذا الشوط، الشوط المرتقب، الشوط المرتقب الذي يطمح إليه الجميع. متابعينا الكرام، شوطنا الأول، الشوط الرئيسي، شوط الأبكار الثنايا، شوط اللاند كروزر والسيف الذي رصد للفائز بالمركز الأول على أهبة الاستعداد ويحمل في طياته على العديد والعديد من الأسماء والشعارات المتواجدة والمشاركة من أجل الظفر بهذا الناموس المشرف. متابعينا الكرام، لحظات معدودة وتعلن شارة البدء لانطلاقة هذا الشوط المرتقب، الشوط الرئيسي، شوط الأشواط، الشوط الرئيسي، شوط الأبكار الثنايا، شوط القوة، شوط الكبار، شوط العمالقة، شوط الإثارة، الشوط الأول، شوط اللاند كروزر الذي رصد للفائز بالمركز الأول، ما هي إلا لحظات معدودة وتعلن بداية وانطلاقة هذا الشوط، الشوط المرتقب، الشوط الذي يطمح إليه الكثير من أجل الفوز بهذا الشوط.
إذا متابعينا مستمعينا الكرام، على بركة الله تعلن شارة البدء لانطلاقة شوطنا الرئيسي، شوط اللاند كروزر والسيف الذهبي. على بركة الله ينطلق ويحتوي على الكم الهائل والعديد والعديد من الأسماء والشعارات التي لها ثقلها ووزنها في هذا العالم الساحر. شوط الأشواط، شوط القمة والإثارة، شوط الأبكار الثنايا من مسافة 5 كيلومترات هي المسافة والرحلة المصاحبة لهذا الشوط. متابعينا الكرام، أسير إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى سلابة على أول المراكز، فهد بن محمد بن بتل المري من ينطلق على صدارة الشوط. الدوحة ثانيا محمد بن ناصر الشنجل المري، المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات صلالة محمد بن عبد الله الوهيبي، رابعا تأتينا حربة فاهد بوربع الحربية، المركز الخامس، خامس المراكز وخامس التحديات شعار بن جافلة، والقادمة في هذه اللحظات على المركز السادس الفاتنة شعار الشيخ محمد بن شافي الشافي، وأيضا اللي وصلت شهد شعار الشيخ سعيد بن خالد آل عبيد الحاجري، والقادمة بكل قوة الشهامة لعاطب بن عطية القرشي. إذا متابعينا الكرام، نداؤنا الأول للمراكز المتقدمة يكتمل، ولكن نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى من غيرت وبدلت موازين الشوط. هذه الدوحة، الدوحة على أول المراكز، شعار محمد بن ناصر الشنجل المري من ينطلق مع انطلاقة الدوحة على أول المراكز. المركز الثاني سلابة فهد بن بتل المري، والقادمة بكل قوة هذه الظبي محمد بن حمود الوهيبي، رابعا تأتينا الشهامة شعار الشيخ عاطف بن عطية القرشي من يتواجد على المركز الرابع. المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات على المركز الخامس وتقدمت بشعار مبارك بن جافلة الحميري مع المركز الخامس، والقادمة الفاتنة شعار بن شافي على المركز السادس. إذا متابعينا الكرام، نداؤنا للمراكز الخمس المتقدمة يكتمل، ولكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة، إلى مقدمة هذا الشوط مع هذا الإمداء الإبداع والإمتاع على صدارة هذا الشوط مع انطلاقة الدوحة. محمد بن ناصر الشنجل المري على أول المراكز وعلى الصدارة وعلى المقدمة مع انطلاقة الدوحة. المركز الثاني، ثاني المراكز، هذه الشهامة شعار الشيخ عاطف بن عطية القرشي أحد أقوى الأسماء المتواجدة والمشاركة والقادمة في هذه اللحظات الفاتنة، شعار بن شافي من يتقدم بكل قوة مع انطلاقة الفاتنة. شعار الشيخ محمد بن ناصر الشافي الهاجري يتقدم بكل قوة. المركز الرابع وصلت في هذه اللحظات محبوبة عبد الله بن محمد بن بيشان. المركز الخامس صلالة محمد بن عبد الله الوهيبي من يصل على المركز الخامس، والقادم في هذه اللحظات شعار الشيخ عاطف بن عطية القرشي. المركز السابع شعار عادل بن عبد العزيز البلوي. أعود إلى المقدمة، إلى الصدارة، إلى المركز الأول مع الشهامة على أول المراكز شعار الشيخ عاطف بن عطية القرشي على مقدمة هذا الشوط وعلى الصدارة وعلى المركز الأول مع انطلاقة الشهامة تسيطر تمام السيطرة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني اللي وصلت الدوحة محمد بن ناصر الشنجل، والقادمة الفاتنة
الفاتنة على المركز الثالث شعر الشيخ محمد بن ناصر بن شافي الهاجري. المركز الرابع محبوبة على المركز الرابع شعر بن بيشان، والقادمة صلالة صلالة على المركز الرابع محمد بن عبد الله بن طويرش الوهيبي مع المركز الرابع. ولكن أعود إلى مقدمة هذا الشوط، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى الشهامة، شعار الشيخ عاطف بن عطية القرشية على مقدمة الشوط على المركز الأول مع انطلاقة الشهامة. أقبلنا على مسافة ثوران الأعصاب كيلو ونصف الكيلو، ما تبقى عن نهاية الشوط، واللاند كروزر، اللاند كروزر في الانتظار. الله يا الشهامة، الشهامة، الشهامة على المقدمة على الصدارة، وتحمل أمال وطموحات أبنائي هذا الميدان. شعار الشيخ عاطف بن عطية القرشي، من يتقدم بكل قوة هو الاسم الأخطر، الاسم الأخطر والمرشح في هذا الشوط. الفاتنة على المركز الثاني شعار الشيخ محمد بن ناصر بن شافي الشافي. ثالثا الدوحة محمد بن ناصر الشنجل، الكيلو الأخير، الكيلو الخطير، كيلو الصراع والنزاع، كيلو القتال. الله يا الشهامة، الشهامة، الشهامة. ولكن اللي جاوزت، اللي انتقلت إلى الصدارة، الفاتنة، الفاتنة شعار الشيخ محمد بن ناصر بن شافي، واللي وصلت وتقدمت بكل قوة نجوم يا نجوم. الله يا نجوم، وصلت وتقدمت بشعار محمد بن مصلح آل دبيش اليومي. الله 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 يا نجوم، نجوم واللاند كروزر، اللاند كروزر، السيف الذهبي وين وين يروح وين يعبر. الله يا نجوم، والشهامة قادمة بكل قوة، ولكن نجوم من غيرت وبدلت موازين هذا الشوط لتنقل السلامات إلى نجران، إلى نجران. الله يا نجوم، نجوم يا نجوم، شعار الدبيش اليومي مع المقدمة، مع اللحظات الأخيرة، يعلن تواجد ومدى قوة وخطورة وعنف واني هذا الشعار. تهانينا والناموس لبن مصلح على هذا الفوز، تهانينا لمحمد بن مصلح آل دبيش اليومي على انتصار نجوم وعلى حصولها بالمركز الأول. ها هي لحظة وصولها إلى خط النهاية، معلنة الفوز والناموس الشهامة. ثانيا الشيخ عاطف بن عطية القرشي، المركز الثالث سيوف ضيف الله بن سلمان بن حمد، المركز الرابع وصلت الدوحة محمد بن ناصر الشنجل، المركز الخامس وصلت على المركز الخامس عند لجنة الخط والتحكيم. إذا تهانينا والناموس لمالك نجوم محمد بن مصلح آل دبيش اليامي الحاصل على المركز الأول في الشوط الأول، والمنتزع السيف الذهبي وكذلك اللاند كروزر. تهانينا والناموس لمحمد بن مصلح آل دبيش اليامي على حصول نجوم بالمركز.